حساسه جدا للضوء، فلو دخل لها ضوء زياده ومش مطلوب ده على المدى البعيد بيؤدي الى فيري هارمفول افكت. يعني على سبيل المثال لاحظوا ان الناس اللي بتتعرض للشمس والضوء العالي لفترات طويله بيحصل لهم ديجنريت في تشينجز للريتنا. يعني الريتنا محتاجه ضوء عشان تشتغل لكن من كتر ما هي حساسه هي المفروض تتعرض للرايت اماونت. عشان كده على ايامنا مثلا كان في زمان كانوا بيحذرونا ان احنا نقعد ونحط الاباجوره قصاد عينينا. لا، حط الاباجوره ورا ظهرك. خلاص؟ فاهمين اقصد ايه؟ فهي الاوباستي بتاعتها بروتكتيف من زاويه ان اللايت ان اكسسيف اماونت ديستركتيف للريتنا. هي ازاي اصبحت اوبيك؟ عشان زي ما قلت لكم في ديفرنت سايز كولاجين فايبرز ارينج ريجولار. يعني انا هنا مثلا كل اللي عامله ان انا حاطط ثلاثه تايبس، ده جاست ان اكزامبل، والنمبر بتاعهم تسعه. لكن الكورنيا بالرغم انها تف الا انها ترانسبيرنت. خلاص؟ ولما هتيجي الكورنيا هقول لكم ايه الفرق ما بين الكولاجين ده والكولاجين ده والارينجمنت ده والارينجمنت بتاعه. السكليرا ليها البلاد سبلاي بتاعها، السكليرا ليها البلاد سبلاي بتاعها. وده على فكره ديفرنت من البلاد سبلاي بتاع الكورويد. يعني السكليرا ليها بلاد سبلاي والكورويد لا ليه بلاد سبلاي تاني. السكليرا الفينوس ريتيرن اللي جاي منها مهم جدا. ليه؟ زي ما زميلتكم في واحده المره اللي فاتت قالت، انا كنت بقول لكم ان في حاجه اسمها الكنال اوف شليم اللي بيحصل فيها امتصاص او سيركيوليشن للانترا اكواس فيوم الانترا اوكيولار فلويد اللي هو الاكواس فيومر. فبتقول لي طيب ماشي، ما هو راح هناك، من هناك هيروح فين؟ هيصب في الابسكليرال فين، هيصب في الابسكليرال فين. اوكي، ده الفانكشن بتاعه. في وظيفه ثانيه سخيفه للسكليرا بيقول لك انها بتعمل اتاتشمنت للاكسترا اوكيولار ماسل. يعني كان صعب قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الاي بتاعتنا بتتحرك من غير اكسترا اوكيولار ماسل، والاكسترا اوكيولار ماسل دي عايزه وسيط تسند عليه وتعمل عليه اتاتشمنت. فالمكان اللي هي عملت عليه اتاتشمنت هي السكليرا. اوكي، ادي الكلام اللي كنت بكلمكم عنها. السائل هيدخل فيها ويلف ويروح يعدي حته اسمها ليبي سكليرال فين، وهنا بيقول لك انها اكسترا اوكيولار. احنا كده خلصنا اللي هي مين؟ اوكي؟ طيب الاكواس فيومر اللي هو السائل الزجاجي ده سائل شفاف، اوكي، بيملا زي ما قلت لكم البوستيريور شامبر والانتيريور شامبر اللي هم بنسميهم الانتيريور سيجمنت. الانتيريور سيجمنت ده بالشكل ده. طيب هو ترانسبيرنت وريفراكتيف مين؟ هو شفاف، ايوه، وكان لازم يبقى شفاف عشان الضوء وهو داخل يدخل باللون بتاعه ما يتصبغش باي لون تاني. اوكي؟ وريفراكتيف لانه باعتبار انه بيختلف في الديستي عن الكورنيا اللي قدامه واللينس اللي وراه، وبالتالي الضوء وهو معدي من الكورنيا للاكواس بيحصل له ريفراكشن، ومن الاكواس على اللينس بيحصل له ريفراكشن، ومن اللينس على الفيترس بيحصل له ريفراكشن. فاكرين لما قلت لكم ان الريفراكشن في الاي احنا هندرسها بشكل سمبليفايد؟ لما يجي وقتها هقول لكم ازاي ان احنا بندرسها بشكل فيري سمبليفايد. اوكي؟ لان زي ما اتفقنا طالما ان الضوء بيعدي ما بين وسطين فيهم اختلاف في الدنسيتي يبقى هتحدث عمليه ريفراكشن، فهو ترانسبيرنت وريفراكشن. ايه وظيفته؟ حاجات كتير. اول حاجه هو بيحافظ على الشيب بتاع الكورنيا، بمعنى الكورنيا بتاعتنا ديليكت جدا محتاجه وسط وراها يسندها، اللي عامل لها سبورت حاجات في الاستراكشر بتاعها، وكمان الاكواس كلو نيوتريشنال لمين؟ للبوستيريور سيرفيس بتاع الكورنيا والانتيريور سيرفيس بتاع اللينس، لان المناطق دي ما فيهاش بلاد فيسلز. طيب وهو واخد النيوترينت بتاعته منين؟ هقول لكم. ما هو ببساطه لو هو سائل ثابت كان هيفقد الوظيفه دي. ليه؟ محتواه من الغذاء سينضب، والسموم اللي فيه او الويست برودكت اللي فيه تركيزها هيزيد، وده اللي يفسر ليه ربنا عمل الاكواس هيومر ليه سيركيوليشن. يعني ليه مصنع وليه ملف وليه مخرج ويمشي. ليه؟ لان انا محتاجه، ما ينفعش يبقى شيء ثابت. ما ينفعش يبقى شيء ثابت، لان انا هستغله في عمليه انه يعمل نيوتريشن ويشيل الويست
برودكت. فبالتاكيد لو كان ثابت، هو على فكره ثابت كحجم، ثابت كمحتوى، لكن بالتاكيد مش هم هم، انما الفكره يتخلقوا يأدوا وظائفهم يمشوا ويجوا غير. انا بتكلم عن الاكواس فلويد. اوكي، في بعض في اميونوجلوبولين، في انتي بودز، في خلاص، لان المناطق دي لازم تبقى بروتكتد. خلاص خدوا بالكم ان المناطق دي عشان الاميون سيستم والبلاد فيسلز ما بتروحهاش، معنى كده ان حدوث انفكشن فيها بيبقى شيء شديد السوء. ليه؟ مفيش لينفوسايتس، عشان كده مهم جدا انها تبقى بروتكتد. عشان كده ربنا عمل اليات بروتكشن كتيره جدا للكورنيا. خلاص. طيب ايه بقى الاكواس هيومر سورس ودرينج؟ انا لسه قايل لكم ليه الحكمه تقتضي ان السائل ده ما يبقاش ثابت. اولا هو بيتكون من هنا، من عند السيجر بروسيس وكابيلز، المنطقه دي اللي هي هنا دي، ولا سوري اللي هي هنا، انا كبرتها شويه، اللي هي هنا انا كبرتها شويه. اوكي اهي، دي عبارة عن السيريالي بروسيس ودي عبارة عن الكابيلز. السائل ده بيتكون من هنا، وبعدين الفلو بتاعه زي ما قلت لكم بيمشي قدام على الانتيريور سيلز بتاعت اللينس، بيعدي من البيوبل قدام الايرس يوصل للمنطقة دي. شايفين الترابيكولار مشورك دي اللي هي عاملة زي شبكة الصياد دي، بنسميها الترابيكولار مشورك اوف فونتانا. الترابيكولار مشورك اوف فونتانا الغرض منها ان دي زي المصفى اللي في الحوض بتاعك. لو انت بترمي في الحوض، الحوض ماشي مرتبط بالمصفى بالصرف الصحي امين، لكن هل ينفع ترمي فيه بمبرزات مثلا؟ ما هيسد لك الماسوره. فيبقى لازم كان فيه يبقى ايه؟ مصفى. المصفى دي وظيفتها لو حاجه كبيره تتفلتر والسائل هو اللي يمشي. اوكي؟ فدي اسمها الترابيكولار مشورك اوف فونتانا. وبعدين هنا في ايه؟ الكنال او بشلام. خدتوا بالكم هنا في مين في الاخر؟ ريبس كليرال فين. وبكده يبقى السائل اتخلق مشي ادى وظايفه امتص واتجدد. اوكي؟ يبقى في انفلو وفي اوت فلو. لما نوصل للمستوى ده من الفحم هنبدا نقول ايه؟ الباسوي بتاعه هو ايه؟ السيريال كابيلاريز، البوستيريور شامبر، البيوبل، الانتيريور شامبر، الايريدو كورنيال جانكشن. دي بنسميها الايريدو كورنيال جانكشن. ليه؟ ادي الكورنيا وادي الايريس، عشان كده بنسميها الايريدو كورنيال جانكشن. المنطقه دي ليها كلام هنقوله بعد شويه. ليه؟ لو افترضنا ان السائل ده لازم يمشي ويدخل هنا، يبقى لما تبقى الزاويه بالمنظر ده، تخيلوا معايا الزاويه بالمنظر ده اهي، السائل هيتدفق بهدوء. طيب لو حصل لسبب ما او لاخر زي ما هتكلم ان الزاويه دي بقت بالشكل ده، يعني حصل لها انها دائر، حصل لها انها ايه؟ دائر. في الحاله دي تدفق السائل من هنا لهنا هيبقى سهل ولا صعب؟ ولو انتوا اذكياء، لما يبقى سائل تكوينه ما اتغيرش واخراجه اتقفل، ضغطه يحصل له ايه؟ بس عشان كده في نوع مشهور من اضطرابات الهاي بيسموها الميه الزرقاء، وسموها الميه الزرقاء لسبب تاريخي ان الناس المصابين بيهم كانوا بيلاحظوا ان السكليرا بتاعتهم تميل الى الزرقاء. لكن لما مفيش ميه زرقاء ولا زفت، هي لازالت كالرز، لازالت كالرز. اوكي؟ طيب واحده من اشهر الاسباب اللي بتجيب ميه زرقاء او جلوكوما هو ان الايريس يبدا يطلع لقدام شويه، فيروح قافل الايريدو كورنيال جانكشن. حتى الاسم بيسموها كلوز انجل جلوكوما. انهي انجل اللي بيتكلموا عنها؟ الايريدو كورنيال انجل. اوكي؟ وبعدين الكنال وفي شلام، وبعدين الابس كليرال فين. المنظر ده هو هو، بس كل الفكره ان الاي بتاعتي بدل ما انا واخدها كده قصادكم انا نيمتها وخليتكم تبصوا من الجنب. فاهمين الفكره؟ عشان كده هي بتتكون هنا خلاص، وبعدين سوري بتتكون هنا وبعدين بتروح ماشيه فين؟ لقدام وبعدين ترجع. انتوا فاهمين المقطع ده متاخد ازاي؟ هو متاخد كده بس انتوا باصين له بحيث تشوفوه من الجنب ومن فوق. طيب الاكواس هيومر باعتبار ان السائل موجود في سبيس بيتقال يبقى له بريشر، والسائل ده بنسميه الانترا اوكولار بريشر. ده في دايورنال فاريشن. انتوا عارفين يعني ايه كلمه دايورنال؟ يعني ايه دايورنال؟ لا مش لازم الليل والنهار، هو الفكره ان في بريدكتيف
changes in this parameter. Predictable changes بمعنى في كل البشر معروف ان الساعة 10 الصبح بينقص. او في كل البشر معروف ان الساعة 4 العصر بيزيد. ودي توقعات ودي حسبة متوقعة. يعني مفيش فيها individual variation. مفيش فيها individual variation. دي معنى كلمة diurnal variation. diurnal variation. ان في توقع في تغيرات متوقعة في القيمة دي بتحصل في معظم الأصحاء من بني البشر. ده معنى كلمة ايه؟ diurnal variation. ففي diurnal variation. عشان كده بنقول ان دي عبارة عن expected changes occurring at predicted specific time zones along 24 hours day. دي معنى كلمة diurnal variation. الديورنال فاريشن بتاعت الانتراكولر بريشر حوالي 4 مليمتر مركوري ما بين اقل قيمه واعلى قيمه ان ذا سيم بيرسون. وعلى فكره 4 مليمتر دي مش مقدار صغير. ليه؟ لان الطبيعي بتاعه بيتراوح ما بين 12 ل 20. يعني انتوا عارفين لما نتكلم مثلا في ديورنال فاريشن في البلاد بريشر اللي هو قيمته من 120 على انتوا عارفين البلاد بريشر 120 انتوا خدتوا السكريشن البلاد بريشر 120 على 80. فيوم ما يبقى فيه لما اخذ الديورنال فاريشن بمقدار 5 مليمتر مركري انا ممكن ارميهم في الزباله وما اتكلمش عنهم. ليه؟ ايه 5 مليمتر مركري من ضمن 80؟ ايه 5 مليمتر مركري بالنسبه ل 120؟ لكن لما اكلمك في ديورنال فاريشن مقدارها 4 مليمتر مركري في شيء قيمته التوتال بتاعه احيانا 20 يبقى معنى كده لا تفرق معايا. وده معناه اني لو انت طبيب رمد حاذق وعندك شارت او عندك جدول بيقول لك في البالغين اللي عندهم 20 سنه اللي وزنهم 80 كيلو اللي من هنا النورمال بتاعهم المفروض ان النورمال ده هيبقى له قصاده رقم نورمال رقم ومعاد. يعني يقول لك ايه انه هو المفروض يبقى في القيمه دي الساعه كذا. ليه؟ لو انت بتقارن في اللحظه الزمنيه دي وطلعت القيمه كده اوكي في الوقت اللي انت باصص في كتاب كاتب لك اللحظه الزمنيه دي اللي هي القيمه كده هيهيئ لك ان البني ادم ده قليل. فهمتوا الفكره؟ الاشياء اللي فيها دايورنال فاريشن عاده مخططات الارقام الطبيعيه فيها بتقول لك في اللحظه دي يفترض انه يبقى كذا وفي اللحظه دي يفترض انها كذا. وانت لما تيجي تقارن تاخد القيمه دي في اللحظه دي مع النورمال بتاعك. انا بتكلم بوضوح. اوكي؟ ده هو ديورنال فاريشن. طيب احنا اعتبرنا ان الاي او لما يزيد بس دي حاله مرضيه لو قال عن اللي هو النورمال ريدج بتاع الديورنال فاريشن برضه حاله مرضيه بس اقل خطوره. هقول لك ليه دي اقل ليه زياده الانتراكولر بريشر بشكل مرضي حاجه خطر. هقولها لك دلوقتي. طيب تعال نتكلم بقى على حاجه. انتوا في عندكم الديفينيشن بتاع اللي موجود عندكم في المذكره ان الجلوكوما اللي هو الميه الزرقاء هو عباره عن انكريز انتراكولر بريشر. ده انكوركت ديفينيشن. ده تفسير تعريف مش صح. التعريف الصح هو عباره عن ايه؟ هو انكريز انتراكولر بريشر اسوشيتد ويز باثولوجيكال تشينج ان ريتنا اند اوبتيك نيرف. بمعنى حصل زياده في الانتراكولر بريشر مصاحب ليها تغيرات مرضيه في الريتنا والاوبتيك. ليه انا بقول ده؟ مش بس عشان الديورنال فاريشن، عشان حاجه تاني. ان النورمال بتاع البشر نفسه واسع. النورمال بتاع البشر واسع. بصوا معايا يا اولاد. بصوا النورمال انتراكولر بريشر بتاعي كام؟ من 12 ل 20. خدوا بالكم دول 8 وحدات. دول عباره عن 8 وحدات. وعلى فكره لما اقول النورمال انتراكولر بريشر الرقم ده نفسه هتلاقي فيه كتب بتوسعه لغايه 25 وفي كتب بتقول لغايه 30. عايز اقول لكم حاجه، انتوا عارفين مشكله ان احنا نحدد النورمال دي مش حاجه سهله. انتوا متخيلين ان انا محتاج اقول ايه هو النورمال للبشر؟ انتوا متخيلينها سهله؟ عارفين عشان اقول نورمال للبني ادم مثلا في الضغط لازم اعمل ايه؟ اكيد مثلا هقول انا هكلمكم على جزء من الرساله بتاعت المجلس بتاعي. الامريكان عشان يتكلموا عن اللانج انتوا خدتوا الاسبيريشن. عشان يتكلموا عن النورمال تايدال فوليوم والبلمونري فانكشن تيست كانوا بيعملوا ايه؟ بيستدعوا حوالي 35,000 امريكاني كل اربع سنين يفحصوهم من شعر راسهم لطرف رجليهم عشان يصفصفوا على 4,000 وبعدين يفحصوا ال 4,000 من زاويه الريسبيريشن. ليه؟ لان عشان اقول عليك نورمال لازم استثني كل شيء مرضي فيك عشان اقدر اقول عليك ايه؟ نورمال. وفي النهايه
صعب جدا انك تلاقي المجموعه بتاعتك على قلب رجل واحد. دايما المجموعه البشريه فيها رينج خلاص. واللي بيتكتب لكم في الكتب مش النورمال رينج اللي ياخد كل الاصحاء، هو النورمال رينج اللي بياخد معظم الاصحاء. يعني في بعض الاصحاء القيم بتاعتهم بره النورمال رينج اللي بكتبوها لنا في الكتب، لكن ستيل هما نورمال. طيب ليه بنضطر نعمل كده؟ لان بيحصل اوفرلاب ما بين الرقم ده ورقم المرض اللي بيحصل في معظم الاصحاء. فعشان كده بقول ايه، خلاص خلينا نضيق النورمال رينج. انا بقول لكم ده ليه. شايفين النورمال رينج بتاع الانتراوكولار بريشر من 12 ل 20 ملم، وده وايد رينج. افترض معايا في اللحظه الزمنيه دي الانتراوكولار بريشر بتاع الراجل ده كان 12 صح، فحصت عينه لقيته زي الفل، ده راجل طبيعي اوكي. في دولة محترمة المفروض ان انا بحتفظ بالقيمة دي وبعرفها عشان اعرف ان البيز لاين بتاع الراجل ده كام؟ 12. انسوا الدول المحترمة، احنا في مصر. مش هقول هي اسمها، احنا في مصر. جالك الراجل ده بعد سنة بتقيس له الانتراوكولار بريشر وما عندكش الريكورد ده، طلعت ايه هي؟ طلعت القيمة. لو انت عينك على الرقم ده بس هيهيئ لك ان هذا الرجل ماله. لكن لو فحصته كويس هتكتشف ان هو عنده تغيرات في الاوبتيك ديسك وفي الريتنا، وده معناه ممكن يبقى الرقم ده في الاطار الطبيعي لكنه زايد عن الطبيعي بتاعه ده، لان النورمال فاريشن في الرقم ماله واسع. هل بتكلم بسرعه بالنسبه لكم؟ يبقى هل ينفع اقيم كلمه جلوكوما انها مجرد اي زياده رقميه في الانتراكول بريشر، ولا لازم افحص العيان؟ لان ممكن يبقى الرقم بتاعك في اطار الطبيعي وصنفه ان هو جلوكوما، لان معاه تغيرات فين؟ والنقص والعكس. لو انت اتكعبلت في عيان بس دول قليلين، انك لقيت ان الانتراكولار بريشر بتاعه 30، ممكن يكون الفكره ان ال 30 دي حاصله اول امبارح ولسه التدمير هيحصل. فانت هتعمل ايه؟ هتفحصه النهارده، وبعد اسبوع هتفحصه، وبعد 15 يوم هتفحصه، وبعد شهرين هتفحصه. لو خلال 6 7 8 شهور سنه وهو على طول 30 ونورمال، يبقى الطبيعي بتاع الراجل ده ايه؟ ال 30. يبقى ما هو الجلوكوما؟ هو زياده في الانتراكولار بريشر اسوشيتد ويز باثولوجيكال تشينجز في الريتنا. خدتوا بالكم ان ما اتكلمتش على السيمبتومز؟ ليه؟ لان ده مستوى ثاني من التعقيد، لان قد تكون هناك باثولوجيكال تشينجز لكنها لا زالت ضئيله وبالتالي لم تؤدي الى حدوث اعراض يشعر بها العيان. عشان كده التعريف ما حاولش يحط شكوى العيان، حاول يحط حاجه مور سبجكتيف اللي هي ايه؟ باثولوجيكال تشينجز فين؟ وعلى فكره التشينجز دي بتبقى سبيسيفيك، بمعنى اي طبيب رمض بيبص في الريتنا بتاعت العيان لو هو عنده زياده مرضيه في الضغط بتبقى مميزه جدا التغيرات دي. اطلقت يا ولاد؟ ما دام وصلنا للانتراوكولار بريشر مهم وبنقيسه وفي نورمال فاريشن وفي مرض وصفناه، هو ايه خطورته عشان تفهموا احنا ليه بنتكلم عنه كتير؟ ان دلوقتي انت عندك الموقف الاتي اللي حضرتك محطوط فيه، ان عندك ريتنا ديليكت وحساسه وواخده البلاد السبلاي بتاعها من خلال الفيتروس، ومحكومه ما بين سكليرا طف زي مين؟ زي الحيطه دي اوكي؟ او زي ده طف، يعني غير قابله للتمطر، وقدامها فيتروس وقدامها لينس برضه طف ورشقه على الكورنيا، رشقه على السكليرا، وحصل زياده في البريشر في السائل اللي في النص، اديني عقلك هنروح فين؟ الفيترس هيبدا يرجع لورا، مين هيتفعص؟ الريتنا. هتتفعص ما بين مين؟ ما بين السكليرا وما بين الفيترس. الخازوق ايه؟ ان كده البلاد سبلاي هيتقطع. الخازوق الثالث ان السي ان الريتنا جزء من السي ان اس ومفيش فيها ريجنريشن. يعني ما اخبيش عليكم، عاده الناس بتوع الجلوكوما بعد ما بنلحقهم بنلحقهم في اللي جاي، اللي راح راح. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا؟ عشان كده احنا عايزين نتكلم ازاي بنقيس الانتراوكولار بريشر. احنا في عندنا طريقتين عشان نقيس بيهم الانتراوكولار بريشر، اوكي؟ الطريقه الاولى حاجه بنسميها اندنتيشن ميثود، اندنتيشن ميثود. انا للاسف الشديد نسيت البالونه دلوقتي. ودي شيء. طب هل في الكافيتيريا دي ممكن نلاقي بالونه؟ مفيش.
ايه؟ في بالون هنا؟ يا عارفه لو انا عندي درجات العمل والله هديكي درجات العمل كده. يا انقذتيني. بصوا يا اولاد، الطريقه اللي احنا بنستخدمها في طريقتين. في حاجه اسمها الاندنتيشن ميثود. اندنتيشن بمعنى ايه؟ ان انا شيء زي البالونه بالشكل ده جواه ضغط، لو حطيت عليه عمود بوزن معين فان العمود بوزنه هيضغط على السطح ده ويدخل فيه لجوه. ومقدار دخول العمود في هذا الشيء مرتبط بحاجتين، وزن العمود والضغط اللي هنا. بمعنى ثبت وزن العمود، ما هو انت ما يبقى في عندك معيارين، حاجتين داخلين في حاجه، ثبت واحد والعب بالتاني. ثبت وزن العمود، انا قلت ايه؟ ثبت وزن العمود. لو الضغط اللي هنا حنين وقليل العمود ده ايه؟ هينزل. لو الضغط هنا عالي بنفس الوزن مش هينزل. طيب عمود حطيناه على بالونه جواها بريشر عالي فما نزلتش، خلاص اعمل ايه عشان اعرف البريشر اللي هنا؟ ابدا ازود وزن العمود. فاهمين اللعبه؟ طيب السؤال، طب هو وزن العمود انا عايز اقيس بريشر، انا عايز اقيس ايه؟ بريشر. وفي النهايه انا عندي وزن عمود وعندي مقدار اسمه ايه؟ العمود نزل قد ايه؟ طيب ما هينزل قد ايه دي انا هقيسها بسكيل معين. هل ده يديني فكره عن البريشر ولا لازم يبقى عندي جدول تحويلي؟ يعني ايه جدول تحويلي؟ يقول لك العمود اللي وزنه كذا لما ينزل مقدار كذا يبقى الضغط مقداره كذا، والعمود اللي وزنه كذا لما ينزل بمقدار كذا يبقى الضغط وزنه بمقداره كذا. فاهمين احنا ليه محتاجين جدول تحويل؟ لان لا الوزن بريشر ولا النزول لتحت بريشر، انما في علاقه ما بتربطهم. عشان كده الجهاز ده دايما هتلاقي معاه، انتوا شفتوا الشارد ستيلوميتر؟ ده الجهاز ده اسمه شارد ستيلوميتر. علوم هوريه لكم، ممكن ابعت لكم عليه فيديو. اوكي؟ بس كده كده مش هنمتحنوا عليه عملي انه مش من عندكم، انا افتكرت الفرصه. اوكي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اندنتيشن ميثود. ده اسمه ايه؟ اندنتيشن ميثود. لو بصيتوا عليه يبقى الاندنتيشن كان اونلي اوكي، وطبعا الاندنتيشن ما يقدرش يحصل غير في الاستيك بولت. بمعنى لو الشيء صلب جدا او جدرانه فيري تاف مش هينزل، عشان كده لازم يبقى حاجه الاستيك شويه زي الكورن. اوكي؟ ايه اللي بيحصل؟ ادي الويت وده عباره عن اكس يونت للويت، وادي الاستيك سفير. شايفين ايه اللي بيحصل؟ نفس الوزن بيعمل ايه؟ بينزل مقدار اكتر كل ما البريشر اللي في البالونه اقروها كده ايفن اسيم ويت بار كان اند. خدوا بالكم هو هنا ما خرمهاش، هو ما خرمهاش، مجرد بس نزل لتحت. ايفن اسيم ويت بار كان اند سيم سايز بالون تو variable extent depending on the pressure inside the balloon. اوكي؟ طيب فرضا الوزن ده ما نزلش في البريشر ده، يبقى عشان انزل احط بريشر ماله؟ احط وزن ايه؟ اعلى، احط وزن اعلى. عرفتوا ليه حاليا احنا محتاجين جدول تحويل؟ جدول التحويل ده تتوقعوا يبقى فيه كام حاجه؟ ثلاث خانات، يقول لك الوزن كذا ينزل بمقدار كذا يبقى البريشر اللي انت بتقيسه كذا. فاهمين الفكره؟ يبقى reasonable increase in the weight of the bar can indent a balloon even if it has a high pressure. انا قلت reasonable عشان ما نستحمرش، لانك لو زودت الوزن قوي هتحرم. اوكي؟ بس عشان كده حطيت كلمه reasonable. طيب ادي الجهاز بتاعي. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الجهاز ده فكرته انت نفسك ممكن تحط التصميم بتاعه. انت هيبقى عندك اي اهي، فانت عايز عمود يتحط. هل العمود ينفع يتحط مايل ولا لازم يتحط فيرتيكال؟ يبقى لازم تضمن ان العمود ينزل فيرتيكال. تعالي تعالي هنا، تعالي امسكي ليه، هتيجي ايه هسه انت امسكي كده، تعالي على جنب امسكي كده، تعالي كده، تعالي على جنب. يبقى ادي ده، عشان اضمن ان العمود ده ما يجيش مايل فانا لازم اعمل له مسار عشان ينزل عمود، والمسار ده لازم يبقى ليه مرتاح على مين؟ على الكورنيا. فاهمين الفكره؟ ما انا لو جبت العمود نفسه ممكن احطه كده، ممكن احطه كده، وفي كل مره درجه غمدانه في الـ في الـ في الـ
في الاي هيختلف. عشان اضمن انه ينزل فيرتيكال كان لازم اعمل له مسار ينزل فيه فيرتيكال. طيب عرفنا ان احنا هنعمل له حاجه تسنده عشان ينزل فيرتيكال. طيب وهو بينزل لازم يبقى عندي معيار نزل قد ايه. انا ممكن العمود نفسه اكتب عليه وزنه دي سهل، لكن نزل قد ايه يبقى لازم لي مؤشر يقيس نزل قد ايه. هو ده بالظبط اللي عمله الراجل العظيم شايلز. شكرا لك، خليكي ماسكاها ما تخلاش بس. ده بالظبط الراجل العظيم شايلز عمله. راح جايب ايه؟ ادي بي، بي ده بنسميه الفوت بليت. فوت بليت يعني الغرض منه انه يعمل سبورت عشان يضمن ان العمود الوزن اللي انت بتقيس بيه نزل فيرتيكال نزل. فهمتوا الفوت بليت الغرض منه ايه؟ يضمن ان العمود نازل فيرتيكال. وبعدين ايه ده بنسميه البلانجر. ايه ده اسمه البلانجر؟ البلانجر ده كاري الويت. كاري الويت ليه؟ جهاز زي ده وانا بتعامل في عين العيان بدل ما كل شويه اشيل عمود بوزن واحط عمود بوزن تاني، فالراجل الذكي راح عمل ايه؟ عمل عمود بوزن ثابت وحسبه وبعدين حط تقالات. يعني العمود ده وزنه 2 جرام احط عليه 3 يبقى، احط عليه 5 يبقى 2.5 بقوا 10. احط عليه، طب فاهمين الفكره؟ لكن الفكره في شيء ايه؟ كفه بقدر احط عليه. كل ده ليه؟ عشان ما اقعدش كل شويه اشيل واحط. فاهمين الفكره؟ ايه؟ سقفوني. السبب اللي خلى الناس ما بتحب الشايلز وتحركت للطريقه الثانيه اللي هشرحها بعد 5 شرايح المقوله اللي قالها سنة، ان كل المعادلات اللي عملها الشايلز تجاهل فيها وزن الفوت بليت. علشان كده الناس راحت مطوره طريقه القياس لطريقه ما فيهاش فوت بليت. فاهمين الفكره؟ لا ما ينفعش. الناس اخترعتها وهله عشان نخلص. فهمتوا الفكره؟ عرفت المشكله كانت فين؟ ان شايلز عمل كل حساباته وتجاهل الفوت بليت. العلم راح خد خطوه واخترع حاجه تاني ما فيهاش فوت بليت، هكلمكم عنها تاني. اوكي؟ طيب بصوا معايا، ادي العمود اللي وزنه ثابت خلاص؟ ادي الديفرنت ويت. شايفين العمود ده؟ في بتاع الغنونه دي هي اللي هتغطس في الاي، هي اللي هتغطس في الاي. طيب الفوت بليت نفسه عشان يستقر اهو، انا مش عارف اتكلمكوا ازاي، ده اسمه ايه؟ البلانجر. اوكي؟ اللي انا حاطط ايدي عليه وده اسمه ايه؟ الفوت بليت. طبعا مش محتاج اقول لكم ان ده معدن ومخروم النص عشان العمود ينزل. طيب عشان تعمل معايره صح، عشان تعمل معايره صح يعني الجهاز ده عشان ما يبقاش بيهرتل، ايه الضمان بتاعك؟ ان لو العمود ده ما نزلش ولا خطوه المفروض المعيار اللي هنا يقيس صفر، يقيس صفر. عشان كده شايلز راح عمل كورنيا حديد. عمل ايه؟ كورنيا حديد عشان يعمل معايره للجهاز. قبل ما تستخدم الجهاز حط الجهاز بتاعك على مين؟ على الكورنيا الحديد. هل باي منطق العمود هينزل ولو فتفوته؟ وفي الحاله دي لو الجهاز مظبوط القراءه هتبقى كام؟ صفر. يبقى انا عرفت ان الجهاز بتاعي مظبوط. فهمتوني؟ فهمتوا الفكره؟ ادي العمود اللي بينزل، شايفين منظره ازاي؟ خلاص. فطبعا لما بحط ده على دي القراءه هنا هتبقى ايه؟ صفر. القراءه هتبقى صفر. اوكي؟ طيب ادي الاوزان، ادي 7، ادي 10، ادي 15. على فكره شايلز برضو كان راجل ذكي جدا. ال 5.5 دي مش وزنها، دي 5.5 ده دي زائد العمود. فاهم الراجل بيحاول يسهل علينا. يعني بدل ما زي ما احنا قلنا 2.5 كام؟ 2.5 كام؟ الناس قالت لك ايه؟ 8 و10، وقال لك لا اريحهم انا، انا عاملها لهم مخصوص. ده ودي 5.5، ده ودي 7، فاهمين الفكره؟ خلاص؟ الهارد ميتال كورنيا الغرض منها ايه؟ المعايره عشان اضمن ان الجهاز هيقرا صفر. خلاص؟ ادي الزيرو كاليبريشن بتاعي لانك انت حاطط نفسك هنا على ايه؟ على الهارد ميتال كورنيا. يبقى معنى كده ان الجهاز بتاعك ماله؟ ماله؟ متعايش. السؤال بقى
شايفين الجهاز ده السكيل بتاعه فين؟ 0 5 10 15 20. طيب ال 0 5 10 15 20 التدريج ده بكام؟ بالمليمتر. طيب وهو العمود ممكن ينزل 20 مليمتر؟ مستحيل. عارفين ليه؟ لان ببساطه عينك كلها القطر بتاعها سنتي ونص. حاولوا تعرفوا الخدعه بتاعت شويتز هنا. كلمه 20 مليمتر معناها النزول الاقصى، النزول الاقصى، مش معناها انه نزل 20 مليمتر. طيب يعني فهميني، فرضا هنفترض ان المفروض ان ما بين لا نزول اهو اهو والماكسيمم نزول اهو، اوكي، وافترضنا ان دول 10 سم. خلاص رحت انا قلت لك ايه؟ لا انا هعمل حاجه في الميكانيكا بحيث النزول الكامل يديني 3 متر اللي هو في الاصل عباره عن كام؟ 10 سم، والنزول بمقدار 5 سم يديني متر ونص. فاهم الفكره؟ فانا عايزكم تفهموا ان السكيل اللي فوق لا يعني ابدا ان العمود نزل 20 ملم، هما لما يقرا 20 معناها انه نزل بالكامل ماكسيمم، ولو نزل 10 يبقى نزل 50%، لكن مستحيل يكون الفكره انه يكون هينزل كام؟ 20. فاهمين الفكره؟ عينك ما فيهاش 20 اساسا، ده لو هينزل فيك 20 بمعنى كده انه وصل خلاص جوه، وصل لجوه خالص، فاعرق عينك. لقطنها يا اولاد؟ دي الطريقه. طبعا التونوميتر از الاود تو ريسك اون ذا بيشنت كورنيا سبورتد باي ذا فود بلاي، صح؟ يبقى انت شايفين الفكره، ادي هي. طبعا ما اخبيش عليكم، عاده طبعا بيحطوا انستيزيا، بيحطوا انستيزيا، ولو انها مش ضروريه قوي، لان هو لو ساقع احنا ما عندناش كولد ريسبتورز في الكورنيا بتاعتنا. فانت احيانا في ناس بتسقع التونوميتر ده وتحطه ما تحسش بحاجه. اوكي؟ لو هو حساس وهيبربش لك بتحط لوكال انستيزيا. The extent to which the plunger of the tonometer indent the cornea is indirect measure of interval. خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ indirect. ليه؟ انا لو بقيس بريشر يبقى المفروض القراءه تطلع لي بريشر، لكن انا عايز بريشر والاداه بتديني كام؟ مقدار نزول، مقدار نزول. تكون النتيجه the greater the distance the plunger indent the cornea the lower the intraocular pressure. كل ما العمود نزل لتحت اكتر كل ما البريشر اللي جوه بقى اقل، بس الكلام ده هعرفه لوحدي ولا من خلال معدل تحويل او جدول تحويل؟ جدول تحويل. The higher the scale the lower of the eye pressure and vice versa. The doctor use a conversion table so that the scale reading is converted into millimeter of mercury. اوكي؟ هنا how choice is used هبعتها لكم تشوفوها، هرفعها على الكلاود وهبعت لكم اللينك تشوفوه. لو فضل معانا وقت في الاخر ممكن اوريها، اوكي، عشان ما نضيعش. خلاص ادي الكونفرشن تيبل، شوفوا بقى الكونفرشن تيبل بيقول ايه. طبعا للاسف الشديد انتوا هنا عندكم، تعالوا بصوا التونومتر ريدنج. اوكي بصوا معايا، التونومتر ريدنج قال 10 وانت حاطط 5.5 جرام، يبقى البريشر بتاعك 7.1 ملم. نفس ال 10 بس كانت ب 7.5 يبقى المقدار البريشر بتاعك كام؟ 10 ملم. لو حطيت 10 جرام ونزلت 10 يبقى البريشر بتاعك كام؟ 16. فاهمين الفكره؟ ده مقدار السكيل. هل ده مقدار نزول العمود ولا السكيل ارى كام؟ السكيل ارى كام؟ لكن هل يعقل انك انت في 12 ملي نزلوا في عينك ولا دي قراءه السكيل؟ انتوا عارفين قراءه السكيل هو مين؟ فانت لو حاطط الوزن 5.5 جرام ولقيت القراءه 10 تعرف ان البريشر 7.1. لو حاطط الوزن 7.5 ولقيت القراءه 10 يبقى انت البريشر بتاعك كام؟ لطنها يا ولاد. ده الكونفرجن تيبل، ده الكونفرجن. زي ما قال زميلكم في خازوق صغير في الموضوع، هو ان الناس تجاهلت وزن مين؟ الفود بلاي. فعشان كده العلم راح واخد خطوه ثانيه، ان اخترع حاجه اسمها الابلينيشن. الاندنتيشن بيحصل، الابلينيشن ممكن يحصل في اللاستيك بول. ايه بقى الابلينيشن؟ هات الكوره. سيبيها.
شويه كان فيه مشكلتين. اولا تجاهله لمنطق اللي قالوا عليه زميلكم اللي هو وزن الفود. الشيء الثاني ان انا محتاج كونفرجن تيبل ومحتاج احط اوزان واشيل اوزان. طيب ايه رايكم لو انا رحت جايب حاجه بالمساحه دي خلاص وجبت كوره بالشكل ده ورحت حاطط الشيء ده على الكوره دي بالمنطق ده وضغطت، ايه علاقه الضغط اللي جوه بالمرحله اللي انا هوصل لها لما اعمل فلاتنينج المنطقه معينه؟ يعني بص بص اللي حصل في شايفين الكوره دي، انا عايز اكبرها بس شويه عشان تبقى احسن. انا خايف اكبرها اكتر يحصل بقى ويبقى خسرنا السورس. طبعا مستحيل نطلب ان يكون معاها واحده ثانيه، ده يبقى حالي صح؟ مفيش ثاني. بصوا معايا بقى، ايه اللي انا بعمله هنا؟ هل انا بحاول انزل عمود ولا بحاول ابططها لغايه ما تبقى حته فلات؟ ابططها لغايه ما تبقى حته فلات. طيب ايه علاقه البريشر اللي جوه البالونه خلاص بالبريشر اللي انا محتاجه عشان اخليها فلات؟ كل ما كان البريشر اللي جوه اعلى كل ما احتاج تحط بريشر هنا كبير عشان اوصل البالونه دي من الحته فين هتبقى ايه؟ فلات. وفلات لغايه فين؟ فلات بالمساحه دي وبس. فاهمين كده المشكله كده الحكايه دي حلت كام مشكله؟ اولا هنا في فود بليت؟ لا ادي واحد. الشيء الثاني هل بغير اوزان ولا بستخدم نفس المساحه؟ نفس المساحه. لما بحط بريشر لغايه ما بوصل ان انا ببقى فلات كده انا بحط بريشر وبقيسه، يبقى محتاج كونفرجن تيبل؟ لا اتلقطت. وهي دي الطريقه اللي اسمها الابلينيشن تونوميتر. يبقى الابلينيشن تونوميتر انا بستخدم سيرتن سبيسيفيك فيكسد اريا. انا قلت ايه؟ سيرتن وسبيسيفيك فيكسد اريا وانا ابلاين بريشر على السيرتن سبيسيفيك اريا لدرجه لغايه امتى؟ لغايه ما اوصل ان الاي اللي انا حاطط عليها الحته دي بقت الجزء ده بس منها بقى ماله؟ فلات. كل ما البريشر اللي هنا زاد كل ما احتجت احط هنا بريشر اعلى عشان اوصل لمرحله الفلات. عشان كده الطريقه دي سميناها ايه؟ ابلينيشن. سميناها ايه؟ ابلينيشن. فيها كونفكشن تيبل؟ لا. فيها فود بليت؟ لا. اهو خدتوا بالكم ان انا استخدمت ايه؟ نفس المساحه، لكن هنا كان يونت ايه؟ هنا كان يونت ايه؟ بريشر. ايه اللي حصل؟ اتلقطت؟ في جميع الاحوال خدتوا بالكم ان احنا خلينا الحته دي مالها؟ لا، خلينا الحته دي مالها؟ لا. يبقى ايه؟ يوزنج ديفرنت بريشر ها؟ تو فلاتن سيم سيرفيس اريا اوف ذا بالون. سو انكريزنج ذا بريشر وزن ذا بالون ريكواير مور تو ذا سيم. دي بنسميها الابلينيشن ميثود، دي بنسميها الابلينيشن. طبعا دي افضل. هو بس السؤال اللي انتم مش محتاجين تسالوه لان مش مطلوب منكم تعرفوا اجابته، الدكتور هو بيعمل الحكايه دي ازاي بيتاكد ان الحته دي بقت فلات بالظبط؟ دي ما تخصكمش دلوقتي، اللي هيبقى فيكم بتاع رمض يبقى يجاوب السؤال. يعني دي قصه طويله قوي. فهمتوني؟ ده اللي بيدور في دماغكم، عرفنا منين ان احنا بجد خلينا الجزء ده بس هو اللي فلات. اوكي؟ ده هو الابلينيشن تونوميتر. ده الفرق ما بين الاثنين، ده الفرق ما بين هنا انا بشوف درجة نزول وبستخدم كونفرجن ومتجاهل الفول بليت، هنا انا بستخدم بريشر وبالتالي مش محتاج كونفرجن. خلاص؟ ده الاندنتيشن تونوميتر. زي ما قلنا يوز ديفرنت واي نيد كونفرجن تيبل، طبعا ايزي نوت اكسبنسيف، يعني تقريبا الجهاز نفسه ثمنه حوالي 400 جنيه 500 جنيه، حاجه تافهه قوي، لكنه طبعا لس اكيوريت عشان الفاليسز بتاعت الفود. طبعا ده اهو دونت نيد كونفرجن تيبل لانه بيعمل دايركت ميجرمنت. عارفين يعني ايه دايركت ميجرمنت؟ بقيس بريشر والوحده اللي بستخدمها بتطلع لي بريشر. طبعا محتاج اكسبيرينس واكسبنسيف لكنه مور خلاص. الامبورتنت بتاع الانتراوكيولار بريشر وعلاقته بالاكوموديشن هشرحه مع الاكوموديشن.
تعالوا بقى نتكلم على الفاكتورز افكتنج الانتر اوكيلار. لغايه دلوقتي في مشكله؟ سؤال، تفتكروا لو انا رايح قريه وعايز اعمل سكريننج لل 10,000 مواطن اللي في القريه على الانتر اوكيلار بريشر، تفتكروا استخدم الشايتس ولا الابلينيشن؟ عشان اريحكم ولا في قاعده في الطب، لما تكون بتعمل سكريننج تيست لازم يبقى سريع ليس اكوريت ومش اكسبرت. ليه؟ لان انا عايز اخلص 10,000 واحد، انا مش عايز ارخصهم، انا بس عايز اجيب اللي هو يحتاج ان انا اقيس له بالجهاز الغالي. فاهمين الفكره؟ دايما لما اكون بنعمل سكريننج معناها ان انا بعمل ايه؟ ببحص 20,000 واحد، 100,000 واحد، فلازم الاداه اللي استخدمها تبقى ايه؟ مش محتاج. خدتوا بالكم انا قلت ان مين محتاج اكسبيرينس؟ الابلينيشن. يبقى معنى كده ان انا لو هفحص 10,000 واحد محتاج 200 دكتور رمض، لكن انا هنا ممكن اجيب اي حد وعلمه الشوتز في ساعتين ثلاثه ويقيس. طبعا بالتاكيد في اخطاء، لكن اللي هيقول عليه وحش هقيسه بعد كده بمين؟ فهمتوا؟ ده مبدا في الطب. دايما السكريننج تيست لازم تبقى سهله سريعه ومش غاليه. ليه؟ لان بعملها على ناس كتير. تعالوا بقى نتكلم عن الفاكتور. بيبقى الكلام بيجي بقى، تفتكروا الميه في الحوض في بيتكم تتراكم اكتر لو انت فتحت الحنفيه كتير ولا لو المصرف بتاع الميه اتسد؟ شوف السباق، يعني بيقول لك ايه الدباه؟ طبيعي. ليه؟ طالما ان المصرف شغال مهما فتحت الحنفيه والميه شغاله، لكن لو انت في عندك حاجه سد المصرف اي نقط ميه هتلاقيها. يبقى معنى كده تفتكروا مين اشهر سبب لزياده الانتر اوكيولار بريشر؟ هل زياده تكوينه ولا تقليل انصرافه؟ تقليل انصرافه. وده اللي انا عايز اقوله، ان بالرغم ان احنا بنقول ان البريشر هنا حصيله الانفلو والاوت فلو، في انفلو في اوت فلو، الا ان نادر جدا ان يحصل عندي زياده نتيجه الانفلو. ليه؟ الاوت فلو دايما هياخد اي زياده، لكن المقلب لما يبقى في عندي اوبستراكشن فين؟ عشان كده احنا رمينا الملعب كله مش على عمليه البرودكشن كسبب للمرض، احنا رايحين فين؟ ناحيه الاوت فلو. اوكي؟ الريت اوف اوت فلو از ماتش امبورتنت فاكتور، اللي هو الهاند ووشنج بازن، اللي هو نموذج الحوض. نموذج، تعالوا بصوا بقى دي مين اللي اتكلمنا عنها؟ العين. خدتوا بالكم هي في النورمال حوالي 45، كل ما راحت لجوه كل ما حصل انها اتقفلت، عشان كده ده بنسميه كلوزد انجل، اللي معنى كده ان دخلت السائل هنا اصبحت صعبه. النوع ده بنسميه كلوزد انجل جلوكوم. الكلوزد انجل جلوكوم. في حاجات ثانيه؟ زي ايه؟ بصوا معايا بقى. تخيلوا معايا ان السائل جه يمشي وجه يطلع لقدام، لقى ان الايريس لازق على الانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا. الايريس لازق على الانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا. طبعا هو مش هيلزق في النقطتين دول بس، هيلزق اول اراوند في السيركمبر. تكون النتيجه هل السائل هيعرف يطلع؟ وبالتالي البريشر هيزيد. هيزيد كمان ليه؟ لان لما هيحصل القفله دي السائل هيبدا يتراكم هنا ويبدا يروح حاطط لك دي الناحيه دي. اوكي؟ ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ هنا العمود ده كله راح كده خلاص، لكن هنا ايه اللي حصل؟ لسه دي هنا بس البومبي ده طلع كده. اوكي؟ لا مفيش حاجه لزقت، ده الايرس نفسه حصل فيه التهاب في الحته دي ولزق هنا. يعمل مشكله ويزود الانتراكل بريشر ولا لا؟ اوكي؟ لا ما حصلش لا ده ولا حصل ده. اللينس هي اللي ورمت، حصل لها سويلنج وراحت طلعت لقدام وقفلت الفتحه دي. يحصل جلوكوما ولا ما يحصلش؟ لا لا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل، حصل نزيف عند الفيترس والفيترس راح زاق اللينس نفسها، مش اللينس اللي ورمت، لا في حد راح لاحق لقدام. يحصل ايه؟ انت الاكرا بريشر ولا ما يحصلش؟ كل دي اسباب تعمل جلوكوما، كل دي اسباب. طيب الجلوكوما حاجه خطيره. طيب هل العيان بيشكي؟ على حسب السرعه اللي حصلت بيها زياده الضغط. لو الضغط بتاع عين العيان سرق العيان ده،
بمعنى انه بيزيد بالتدريج على مدار شهور وسنين، ممكن العين بتاعته تعمى وهو مش واخد باله. احنا وانا في الكليه زمان كان في استاذ عمر بيقول لنا في نوع من الجلوكوما بيبقى خبيث. ليه؟ الزياده ما بتحصلش مره واحده، بتحصل بالتدريج وببطء، بتكون نتيجه ان التدمير بيحصل شويه شويه، فما تحسش باعراض، حتى البين ما يحصلش. الراجل ضرب مثلا انا مش قادر انساه لانه كان شديد القسوه، قال لك الراجل ده ممكن يكون مش حاسس باي حاجه، وفجاه عينه دي تتطرف، عينه دي تتطرف فيقفلها فيكتشف انه مش شايف. انتوا عارفين معنى ايه؟ ان الناحيه الثانيه عميت وهو مش واخد باله، لانه شغال على مين؟ على دي. فعشان دي لما طرفت واتقفلت عارف ان دي مفتحه ومش شايف بيها. فاهميني؟ شوفوا القسوه، شفتوا القسوه؟ مش هيبقى في مشاكل في الرؤيه يا دكتور. لو هي جرادي ولا لا؟ لان مخنا بيعمل عمليه كومبنسيشن غير عاديه، وحتى البين مفيش. العيان اللي حظه احسن اللي يحصل له زياده سريعه وبسرعه وكبيره. ليه؟ هيصرخ من الالم، هيصرخ من الالم. اوكي، هي دي الفاكتورز افكتنج الانتراوكيولار بريشر. اما ان الانجل ستراكشر اكلودد بالايرس، او ان الايرس طلع لقدام بنسميه باو او بومبي نتيجه ان الطرف ده من البيوب اللزق، او ان اللينس سوين، او ان الفيترس بوش فورورد، او ان الايرس هنا ما حدش زقه بس هو اللي لزق فين؟ في الكورنيا. كل دي بنسميها اسباب لمين؟ طبعا لو في حاجات كوركتد بتصلح مفيش خالص. اوكي؟ في فاكتورز افكتنج انتراكيولار بريشر، ده سبب مكتوب في الكتاب عندكم لو قلنا سبب عبيط. بيقول لك ان الاي بول موجوده وسط الانتراكيولار بريشر زي الصوابع ومحيطه بكره جولف، فلما الصوابع بتنقبض الضغط اللي جوه بيزيد. هي مكتوبه في الكتب لكن انا ما اعتقدش ان ده حقيقي. انتوا فاهمين هو بيتكلم في ايه؟ ان الاي اهي وفي حاجه ماسكاها والعضلات قفشت فيها فزودت البريشر. اوكي؟ انسوا كده. طيب تعالوا بقى نتكلم في فاكتورز تاني اللي هي السمباثيك والبارا سمباثيك. البيوبل بتاعك لما بيضيق بنسميه مايوزيس، ولما بيوسع بنسميه ميدريزيس. اوكي؟ واعتقد الكلمه دي انتوا سمعتوها في الاوتونوم. طيب ايه علاقه ده بالانتراوكيولار بريشر؟ بصوا معايا. طبعا الكوليستريبتور بيوبلي اهي، ودي الدايليتور بيوبلي، دي سيركولار ودي لونجيتودينال. دي متغذيه، اللونجيتودينال متغذيه بمين؟ بالسمباثيك، والسيركولار الكوليستريبتور متغذيه بالبارا سمباثيك. ده المنظر بتاعي اذا اعتبرنا ده نورمال، يبقى ده اسمه ايه؟ مايوزيس، وده ميدريزيس. ده السيركولار انقبضت واللونجيتودينال ارتخت، هنا العكس، اللونجيتودينال انقبضت والسيركولار ارتخت. انا بتكلم على السموث ماسلز الموجوده في الايرس اللي هم نوعين، فاكرينهم في الاوتونوميك اللي هم الكولستريكتور بيوبيلي والدايليتور بيوبيلي. طيب ايه علاقه ده بالانتراكولار؟ بصوا معايا، ده مين؟ ده الايرس. دي مين؟ دي الكنال اوف شليم. السائل هيروح فين؟ هنا. لما بعمل ميدريزيس ايه اللي بيحصل؟ في واقع الامر ان الايرس بيتكشكش لجوه، بيتكشكش ناحيه الانجل اوف شليم، فتكون النتيجه ان دخول السائل لهنا بقى اصعب. انتوا مشكلتكم لما بتشوفوا المنظر ده بيحصل لكم حول في المخ، تفتكروا ان الفتحه هنا وسعت وبالتالي الخروج لهنا بقى اسهل وبالتالي البريشر هيقل. يا حبيبي المشكله مش هنا، المشكله ان ده اتكشكش فين؟ عند الكنال اوف شليم، وبالتالي خروج السائل هنا بقى اصعب. عشان كده حاجه زي كده تعمل ايه في الانتراكولار بريشر؟ تزودها. بينما ده ايه الاخبار؟ لا دي وسعت. ليه؟ لان السائل يقدر يعدي من هنا ويقدر يدخل هنا به. علشان كده في سيناريو مشهور في الحكايه دي، ان ممكن بني ادم، انتوا عارفين السينما ضلمه، السينما ضلمه والبيوبل بيوسع في الضلمه، البيوبل بيوسع في الضلمه، فالراجل ده يبقى متلصم ومش حاسس بحاجه، بس الانتراكولار بريشر بتاعه على شعره، يروح داخل السينما طلعوا حظه حلو، يروح داخل السينما وفي السينما ضلمه، البيوبل بتاعه يوسع والايرس يتكشكش، وبالتالي الاوت فلو يقل كمان، الضغط يزيد مره واحده يوحى ويتقس. فاهمين؟ كتير
سيناريو مشهور جدا لعينين جلوكوما ان اول تشخيص ليه في السينما اول ما النور قطع هو بالفعل عالي بس ما وصلش لمرحله ان يسبب له الم. اول ما وصل للسيناريو ده حصل له دي مشهوره قوي. اوكي يبقى معنى كده الميدرايزس اسوشيتد ويز انكريز انتراكولار بريشر والمايوزس بتقلل الانتراكولار بريشر. طيب اقروا كده الجمله دي. خدوا بالكم الميدرايزس دي بتحصل مع مين؟ بس بسهل ودي بتحصل مع مين؟ حلو انتوا واثقين من كده اقتنعتوا ده؟ كم واحد موافق؟ طيب اقروا اللي بعده. مع السمباثيك خلاص خلاص لكن في بيحصل ايه والسمباثيك في ميدرايز بيرزلت ان بارشال بلوك خلاص الانجل دي كسبت بلوك هيحصل انكريس في الاوتبوت والمايوزس وزباله السمباثيك ها مايوزس بيرزلت ان مين اوبننج وبالتالي هيحصل انكريس في الانتراكولار بريشر. طيب اقروا دي كده. ده العكس السمباثيك بتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي عمليه البرودكشن بتقل بينما الباراسمباثيك بيعمل فازو وبالتالي عمليه البرودكشن. معنى كده ان السمباثيك يقدر يزود ويوطي والباراسمباثيك تزود وتوطي. تفتكر مين هيكسب دي ولا ده؟ لو خدتوا بالكم قلنا مين المهم الاوت فلو ولا البرودكشن؟ فهمتوا الفكره؟ عرفتوا ليه برغم ان السمباثيك عنده اليه انه يزود الانتراكولار بريشر وعنده اليه انه يقلل الانتراكولار بريشر لكن الاليه الرابحه هي مين؟ الاليه اللي بتزود الانتراكولار بريشر اللي هي الاليه اللي بتلعب على مين؟ على البرودكشن ولا الاوت فلو؟ لان احنا قلنا من الاصل ان عمليه الاوت فلو اهم من عمليه البرودكشن. حاطينها يا اولاد هما الاثنين جنب بعض. الحيره دي اخرها ايه؟ كده تحلها النموذج ده وبالتالي انا اعتقد ومصدق تماما ان السمباثيك لما بيحصل ممكن يزود فرص الحدوث الانتراكولار زياده الانتراكولار بريشر ده قلنا معايا. في حاجه ممكن تاثر على في حاجه ممكن تاثر على القراءه بتاعت الانتراكولار بريشر ملهاش علاقه باللي فات كله اه وحاجه مهينه قوي المكنسه فين؟ لا انا عارف دي لكن المكنسه المكنسه حتى شافها؟ الشيء ده ليه وزن ولا ملوش؟ ليه؟ تفتكروا الضغط اللي داخل البالونه دي ضغط جوي ولا اكتر؟ اكيد اكتر. ليه؟ بدليل ان احنا لو سبتها هتتحرك لان الهواء هيطلع من جواها لبره بيتحرك من الهاي بريشر لللو بريشر. يبقى احنا واثقين والبالونه دي منفوخه ان الضغط اللي جواها اعلى من الضغط الجوي. احنا واثقين من ده. هتيجي سايب تعال تعال امسكي البتاع دي من هنا بس عشان ما تقفش. اوكي سيبيها خالص. بصوا اللي هيحصل للبالونه دي لما احط عليها العمود ده. العمود ده نزل فيها ولا لا؟ بالرغم ان الضغط اللي جواها اكتر من الضغط الجوي صح؟ انتوا واثقين من ده زي ما انتوا. ايه رايكم في الضغط داخل الازازه دي؟ اكيد مساوي للضغط الجوي. انتوا واثقين من ده؟ طيب امسكي العمود ما نزلش. طب ايه المشكله؟ الازازه صلبة. عشان كده احنا قلنا ايه؟ ان البالونه لازم الاي تبقى الاستيك جوه. عارفين ده معناه ايه؟ خلاص شكرا. عارفين ده معناه ايه؟ ان ممكن تحصل عندي مغالطه اثناء قياس الضغط سواء بالاندنتيشن ميثود او بالابلينيشن ميثود.
مصدره ان الكورنيا او السكليرا ريجيد. الكورنيا او السكليرا ريجيد بالرغم ان البريشر اللي جواها مش عالي، بس الاقي انها محتاجه قوه كبيره عشان يحصل لها ابلينيشن، او محتاجه وزن كبير عشان يحصل لها اندنتيشن، مش بسبب البريشر اللي جواها، بسبب ان جدرانها قاسيه. عارفين ده معناه ايه؟ ان لما بيكون راجل كبير في السن، راجل كبير في السن وقيس له، ممكن الاقي ان القراءه عندي عاليه، فانا كراجل دكتور اقول اه ما هو راجل كبير في السن وفرصه الميه الزرقاء عنده عاليه، في الواقع ان هو راجل طبيعي، بس القراءه العاليه مصدرها انه عشان كبير في السن فالسكليره بتاعته ريجيد. لقطه. يبقى دي مخاطره، وهو ده على فكره اللي خلى العلم يطور اليه ثالثه، بس انا مش هكلمكم عنها لان دي سو سوفيستيكيتد وغاليه جدا مش موجوده تماما كتير، عشان يقيس الانتراكتور بريشر بعيدا عن الانتيشن وبعيدا عن الابلينيشن، عشان يهرب من حكايه مين؟ الريجيليتي بتاعت الاستيكيتد. لقطه. شكرا لك. ادي البالونه صح. عشان كده خدتوا بالكم انا كاتب العنوان ازاي؟ هو انا قلت ان ده بيأثر على انتراكولار بريشر ولا بيأثر على انتراكولار ميجرز؟ هو الانتراكولار بريشر بتاع العيان مش هو المشكله، انت بتقيسه غلط نتيجه ان في معيار دخل انت مش حاسبه اللي هو مين؟ الريجيليتي. الريجيليتي. اوكي؟ اللي هي الكورنسكولير دايما افتكروها في البالون اند ووتر بوتل. ده الاثر المخيف بتاع الحين. البين مش هي المشكله، المشكله ان البني ادم بيبقى طبيعي بالشكل ده، وبعدين مع الضغط اللي حصل على الريتنا، الريتنا بدات تبوظ وتموت، وبالتالي العالم بدا يظلم، بدا يظلم، بدا يظلم، تك قفل اتلطط. هو ده اللي بيحصل. تعالوا بقى نتكلم في الفانكشن اي اف اي ليد. لغايه دلوقتي في مشاكل؟ اوكي. بصوا معايا بقى الايلت، انتوا درستوها في الاكسترنال اناتومي، هي ليها مجموعه من الحركات. في عندي فولنتري بلينكينج، ده براحتي بلي منه فولنتري، في منه يونيلاترال وفي بايلاترال. براحتي في الفريكوانسي، اقفل وقفه بنيه زي ما انا عايز. الديوريشن بتاعته براحتي لان ده فولنتري. لكن لو في بين في عيني، لو في الم في عيني، بيحصل كونتراكشن قوي جدا في الايلت بنسميه بليفروسباسم. ده بيبقى زي نوع من التشنج في الايلت، بتلاقي عين العيان مقفوله ومهما اقنعته ان هو يفتحها مستحيل. ليه؟ لان في واقع الامر ان هنا الايليد موفمنت هنا نوع من البروتكشن. عارفين زي ايه مين؟ زي ما يكون واحد عنده زايده مثلا، فبيحصل ريجيليتي فين؟ في الانتيريو ابدومينال وول. فبنفس الفكره في مشكله عنده في الكورنيا او في بين عنده في الاي، فالايليد بيحاول يحمي فبيعمل كونتراكشن كونتينوس. الكونتينوس كونتراكشن اوف ذا ايليدز بنسميها بليفروسباسم. لكن الفولنتري لا. في بقى السبونتينوس. السبونتينيوس ان دي حاجه بتحصل فينا كلنا، ان احنا بيحصل لنا بلينكينج على فترات زمنيه مختلفه. ده مرتبطه بدرجه الرطوبه بتاعت الجو. كل ما الجو كان دراي كل ما البلينكينج بتاعنا بقى اعلى. ليه؟ لانه بيحاول يفرش طبقه التيرز بتاعتنا على سطح الكورنيا. اوكي؟ بينما لو الجو هيوميد هتلاقي ان البلينكينج بتاعنا قل. طبعا في سبيشيز ديفرنسز وفي انديفيديوال ديفرنسز. يعني البومه مثلا هتلاحظوا انها تقريبا ما بتعملش بلينكينج. حد بص على بومه هيلاقي ان هي جاحظه دايما ما بتعملش بلينكينج. خلاص؟ بينما في حيوانات ثانيه دايما وابدا بتعمل بلينكينج. البشر نفسهم فيهم تفاوت في النورمال رينج. بس دايما وابدا كل ما الجو كان دراي كل ما البلينكينج زاد. ده بنسميه السبونتينيوس وده عاده بيبقى بايلاترال. في بقى بعد كده الريفلكس بلينكينج. الريفلكس في حاجه زي الكورنيال او الكونجكتيفا. ده انتوا خدتوه في العمل صح؟ السؤال ليه احنا بنعمل القطنه رفيعه؟ ليه القطنه لازم تبقى رفيعه؟ ليه لازم ابرم القطنه؟ عشان ما يشوفهاش. وليه لازم ما يشوفهاش؟ لانه لو شافها هيقفل عينه ويبقى ده مش الكورنيال ريفلكس، ده يبقى حاجه ثانيه. عشان كده هتلاحظوا ان احنا دايما بنبرم القطنه ودايما بنحاول نخدع العيان، بنقول له معلش بص الناحيه الثانيه، وهو بص الناحيه الثانيه تروح انت داخل من الناحيه اللي هو مش شايفها، عشان تضمن انك انت بتلمس الكونجكتيفا او الكورنيا من غير ما يشوف. لانه لو شاف انت كده بتختبر حاجه ثانيه. ليه؟ ده الريفلكس ده بالطريقه دي حتى لو واحد اعمى هيحصل فيه.
لكن الريفلكس الثاني بتاع انه شاف القطنه فقفل عينه ده مش بيحصل غير في المبصرين. يعني احنا بنتكلم على تو ريفلكسز هنا، فاهمين؟ عشان كده مهم جدا ان القطنه تبقى رفيعه وان العيان يبقى بص الناحيه الثانيه. طيب هل هو طبعا الريسبونس بيبقى بايلاتر؟ طيب هل هو كورنيا ريفلكس ولا كونجكتيفال ريفلكس؟ وفق الامر ان هما الاثنين هو بيحصل مع الكورنيا وبيحصل مع الكونجكتيفا، بس الفارق المخيف ما بين الاثنين حاجه واحده، ان الكونجكتيفال ريفلكس اللي هو على السكليرا انت ممكن توقفه بمزاجك. بمعنى ادي عيني اهي، ادي السكليرا بتاعتي اهي، انا ممكن احط قلم رصاص في عيني لغايه هنا وباعتبار ان انا واثق في روحي عيني مالها. لكن مفيش حد مهما بلغ من القوه يقدر يمنع عينه انها تقفل لو التاتش حصل مع الكورنيا. خلاص، وكل ده حمايه لمين؟ للكورنيا. ليه؟ لان الكورنيا لو اتجرحت هتلم بسهوله ولا بصعوبه؟ ليه؟ لانها فاسكولار. عشان كده الكورنيا ريفلكس والكونجكتيفال ريفلكس برغم ان هما يبدو زي بعض الا ان في فرق مخيف بينهم، ان الكونجكتيفال ممكن يحصل لها سبريشن، الكونجكتيفال ريفلكس يعني يحصل لها سبريشن. يعني ايه؟ يعني يبقى في ستيمولس وانت عينك مفتوحه، لكن الكورنيا ريفلكس لا. اوكي، ده طبعا الباسوي بتاع الريفلكس. اكيد في عندي هنا اوفسالميك ديفيجن خلاص تبع التراجمينال، وبعدين برجع بالروتيكولاريز اوكولار. في بقى ريفلكسات ثانيه زي السادن نويز، لو الصوت عالي، لو في حصل انفجار هتلاقي عينيكوا قفلت. لو في حاجه بسرعه انكسبكتد جت ناحيه عينك هتقفل. عشان كده قلت لكم لازم نضمن ان القطنه مالها رفيعه وجايه من الطرف الاعمى للعيان، هو باصص هنا وانت داخل له فين؟ من الناحيه العامية بالنسبه له. ده بقى اللاكريمانسيس. انتوا خدتوه في التشريح؟ طبعا انتوا عارفين الاجزاء. السائل اللي بينزل هنا ده اسمه اللاكريمال فلويد او تيرز. التيرز دي ليها وظائف كتير، هي نيوتريشنال، هي بروتكتيف، هي ريفراكتيف، كليننج، ليها وظائف. الكومبوزيشن بتاعها هو اللي مهم بالنسبه لنا. التيرز ما هياش ميه. التيرز عباره عن ثلاث مكونات. فيها جزء اكواس، فيها جزء ميوسين، في جزء نيتس. في البدايه ايه الفرق ما بين كلمه اكواس وميوسين؟ اكواس يعني ميه، ميوسين يعني مخاط. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الميه لو حطيتها على سطح سهل جدا انها تسيبه وتمشي، بينما الميوسين من حيث اللزوجه بيلزق شويه. فربنا سبحانه وتعالى عشان السائل ده ما يفضلش يمشي على طول وبالتالي انت تفضل تكونه على طول، تمام؟ عمل ايه؟ عمل فيه جزء ميوسين عشان يضمن ان هو راكن شويه. طيب الميه انها سوليوبل، الميت الجلوكوز بيدوب احسن في الميه مش في الميوسين، الانتي بوديز بتدوب احسن في الميه مش في الميوسين، الويست برودكت بتدوب احسن، لان التيرز واحده من وظائفها انها نيوترينت وبروتكتيف للانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا، البوستيريور سيرفيس ماشي مع الاكواس بيوم. اوكي، الليبيدز وظيفتها ايه؟ انها بتقلل الايفابوريشن بتاع الميه. ما هو الميه حتى لو ما مشيتش بحكم انها موجوده في الهواء على وشك هتتبخر بسرعه، عشان ربنا يخلي عمليه الايفابوريشن اقل خلق فوقها طبقه من الليبيدز، والليبيدز بطبقتها بتعوم فوق الميه، ودي معلومه كلنا عارفينها. لما بنغسل صحون بتلاقي الدهون عايمه على وش الميه، وده معناه ايه؟ ان دايما الميه تيجي تتبخر تلاقي مين فوقها؟ الليبيدز. في حاجه ثانيه وظيفه للليبيدز، ان بتسهل حركه الايليدز على الكورنيا. عارفين المساحه لما تحطها على ارض ناشفه او ارض مبلوله خفيف تلاقي ان المساحه بتحكحك تك 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 تك، تمام؟ لكن لو في شويه دهون هتلاقي ان المساحه بطل. اوكي، دي هي وظائف التيرز. اوكي، طبعا التيرز وصوي زي ما انتوا عارفين انها هتنزل في النيزولاكريمال داكت. لما دي بتنقبض بتعمل حاجتين. لما بتنقبض هنا بيحصل حاجتين في منتهى الجمال. اول حاجه ان المحتوى بتاعها بينزل وبيتخلق نفسها جواها ضغط سلبي فبتمص. يعني الحركه دي نفسها بتعمل حاجتين، بتفضي المحتوى ده لتحت وبتسحب من هنا. علشان كده هتلاحظوا دايما لما بتاخد اي دواء او اي قطره تحس بطعمه
في بقك. طبعا المشهد الرومانسي المشهور لما البطله بتعيط والبطل بيديها، مشهد عاطفي جدا، البطله بتعيط البطل يطلع المنديل، فالبطله بدل ما تمسح الدموع تنزل كل الدموع دي نازله فين في الاخر في مراخنا. خلاص تعالى نتكلم على الكورنيا. الكورنيا يا اولاد زي ازاز الساعه، شفافه تماما وماسكه في الهيكل اللي هو السكليرا وافاسكولار ترانسبيرنت وريفراكتيف، كل ده كويس. ده جه منين؟ من الهيستولوجي. بصوا على المنظر ده، شايفين ايه اللي قدام عينيكم؟ شايفين الابيثيليوم منتظم، الخلايا قد بعض ومرصوصه، الكولاجين من نوع واحد ومرصوص، اوكي؟ مفيش بلاد فيسلز في الكورنيا اساسا، النيرف فايبرز اللي هنا مش مايلينيتد، كل ده بيصب فين؟ ان الكورنيا تبقى ترانسبيرنت، الكورنيا تبقى ترانسبيرنت. يعني سبحان الله حتى النيرف فايبر اللي موجوده في الكورنيا نوت مايلينيتد، لان المايلين برضه تخين وممكن يعمل لك مشكله. اوكي؟ ده هو الاستراكشر بتاع الكورنيا. نوعيه البروتينات اللي هنا كبايو كيمستري